السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة محسن إلكترو. درسنا لهذا اليوم وهو الكاستم فريموير الذي أصدره المطور إيفيلانكس. وهذا الكاستم الخاص بالأجهزة المهكرة والمثبت عليها كاستم فريموير. إذا كان جهازك عليه الكاستم ريبوك أو فيروكس أو غيره من التحديثات، فيمكنك تحديد جهازك إلى التحديث الجديد الذي أصدره هذا المطور على النسخة 4.87 في انتظار التحديث الخاص بفريق الفيروكس أو الريبوك. أما بالنسبة لعمل الدونغراب بالنسبة للأجهزة التي تقبل الدونغراب، فقريبا سوف نتمكن من عمل الدونغراب على التحديث 4.87، فقط مسألة وقت. وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم قارئ الأقراص معطل، لا يقومون بتثبيت هذا التحديث إلى حين صدور تحديث مناسب لهم. والآن نتوجه لتثبيت هذا التحديث. كما ترون الجهاز على التحديث 4.86، الفيروكس 4.86. نذهب إلى إصدار التحديث. كما ترون 4.86، والآن نتوجه لتثبيت التحديث الجديد. كما ترون 4.87 للمطور إيفيلانكس. التحديث سوف تجدون رابط تحميله في الموضوع أسفل الفيديو. الآن سوف أقوم بتسريع الفيديو إلى حين تثبيت التحديث الجديد. كما ترون اسم المطور في البداية. نذهب لنرى على أي تحديث أصبح الجهاز بلاي ستيشن. بارامتر سيستم ثم انفورماسيون سيستم. كما ترون 4.87. الآن نتوجه لنقوم بتجربة هذا التحديث بالدخول إلى برنامج الملتيمان. كما ترون التحديث يعمل بشكل جيد، ولا زال هذا التحديث في طور التجربة. فقد قمنا بوضعه للأعضاء الذين يريدون تحويل جهازهم إلى التحديث 4.87. كما ترون ملف مجلدات البيكاجي لتثبيت ملفات البيكاجي موجودة. قم بتجربة الدخول إلى لعبة برو ايفوليوشن 2020. نقوم بالخروج من اللعبة. كما ترون تعمل بشكل جيد. وإلى هنا ينتهي الدرس لهذا اليوم. إلى الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.